رغم ما سخرته الحكومة مؤخرا من تجهيزات لمجابهة محنة كورونا، إلا أن مركز التكوين المهني بطولقة أبى إلا أن يحقق اكتفاء في تجهيزات الوقاية لمدينة طولقة والدوائر المجاورة لها بجودة تحترم المواصفات الطبية المعمول بها، الأمر الذي دفع المستشفيات ومراكز الحماية للإلحاح على طلب هذه النوعية. على كل حال رانا نخدموا لهم بلا مزيتنا ونخدموا فوق طاقتنا، ومن حقنا واجب علينا في الوقت هذا اللي رانا فيه، وش اللي نقدموه واجب، موش قال محبة خاطر ولا قال ندير مزية ولا. هذا العمل التطوعي دفع أيضا أصحاب مدارس تكوين خاصة للمشاركة فيه ليتم صنع بزات وقائية كاملة وأكياس واقية لنقل المتوفين جراء الفيروس. شاركنا في المبادرة التطوعية لخياطة الكمامات والألبسة الوقائية، أكيد تحت إشراف مركز التكوين المهني قالب العيد طولقة. درنا اكتفاء ذاتي لولاية بسكرة كمركز، أنا لحد الآن وصلنا ما مقداره في الوقت الحالي، ومازلنا لأننا متوقعين توقعات تاعنا الأولية راح نوصل 60,000 كمامة، 35,000 كمامة يعني منتجة في الوقت الحالي، و1,000 لباس صحي. إنتاج قرابة 60,000 كمامة والألبسة الواقية يعكس مدى فعالية التكوين أيام المحن، ويفتح أفاقا مستقبلية لإنعاش ميزانية التكوين بعد أن تقلع هذه الجائحة.